طيب بسم الله، أول سؤال بيقول 57 year old man present to his GP with persistent headache and blurred vision. طبعا دي أعراض الهايبر فيسكوسيتي، عدت علينا امبارح. The symptoms has been present over the past 6 months but have worsened in recent week. يعني المشكلة عنده دي من 6 شهور بس بقت أصعب دلوقتي الأيام دي. On close questioning, the patient also report a feeling of generally fatigue and intermittent muscle aches. One year previously, the patient had been diagnosed with obstructive sleep apnea secondary to morbid obesity and had been provided with non-invasive ventilation to use at night. However, the patient admitted that he rarely use this equipment due to dislike for the tight mask, the tight face mask. Despite dietary and lifestyle advice, the patient had gained 6 kilograms تمام over the past year. والبودي ماس اندكس بتاعته 41 كي جي بير متر سكوير. نيورولوجيكال اكزامينيشن انكلود الفانديسكوبي ان ريماركابل، وعندنا نو تندر اور انفلامد جوينت. والبلاد تيست زي ما احنا شايفين الهيموجلوبين 19 ونص عالي، الوايت بي سيز اوكي، نيتروفيلز، الليمفوسايت، البليتلز اوكي، الباكد سيل بي سي في عاليه 0.6. احنا قلنا في الفيميل المفروض تبقى يعني في الميل 42 42، وكان في الفيميل 45. تمام، اليوريا كويسة، الكرياتينين كويس، الصوديوم، البوتاسيوم، الاستيميت جي اف ار. عندنا هو سنه كام سنة؟ هو 57 سنة، يعني الاستيميت جي اف ار ما فيش يعني كويس، يعني مش وحش قوي يعني، ومفيش حاجة تقول في الرينال يعني. طيب ريفيو اوف ذا فول بلاد كاونت performed 4 months previously was remarkable for previously unnoticed elevation. Elevated the BCV كانت يعني من 4 شهور كانت برضو عالية، كانت 0.56. The patient was urgently referred to hematology for further management. طيب هنا طالب مننا في السؤال what is the most appropriate treatment for this patient erythrocytosis وعنده erythrocytosis 19 دي secondary polycythemia. secondary اللي ايه بقى؟ أو الهايبوكسيا البيشن سي او بي دي او سوري اوبستركتيف ابنيا، ومفروض انه هو تقريبا ما كومبلاينس مع الديفايس. هو مش بي في مش بيستخدمها بريرلي يوز انكمفورتبل عشان هي تايت على الفيس والقصه دي، فده ممكن الهايبوكسيا اللي كان بيخش فيها هي اللي عملت اندكشن اللي خلت الهيموجلوبين يرتفع والبي سي في يرتفع. تمام، طب ايه العلاج بقى في القصه دي بقى، نعمل ايه؟ امبروف ده الكومبلاينس و مع نون انفيزيف. بس هو مش البيشنت يعني قعد فتره ووزنه بيزيد برضو، المشكله بتتفاقم وهو مش بي ما هو ايوه ما ده كله بسبب انه ده كله بسبب وعنده يعني هايبر فيسكوسيتي، عنده هايبر فيسكوسيتي يعني على خطر انه يحصل له ثرومبوزز، عنده بريزيستنت هيديك وبليرد فيجن وممكن يحصل له حاجه. هل يعني فينوس اكشن؟ بالظبط، بس ينفع هو اوكي. طيب هي فعلا معظم الناس كاتبه زي ما انت قلتي يعني دي ناحيه ان هو الامبروف الكومبلاينس وانه يستخدم. لا بس معلش، هو بيسال من الابروبريت تريتمنت، يعني عايز حاجه لونج تيرم، ما عايز حاجه يعني اكيوت مانجمنت. هو فعلا لو هو انا ما عارفه، بس انا تقريبا لو هو عايز، لو بيتكلم عن هيماتولوجيكال انترفنشنز، المفروض انه انا تو ادوكيت البيشنت. لو انت عايزه تريتمنت، لو هو كاتب تريتمنت اندرلاين كوز، يبقى احنا هنمشي مع دي 100%. بس هو التريتمنت هنا حسب البريوريتي للمريض، المريض ممكن يخش في ايه. هو كاتب لك هنا considered to be a significant risk of thrombotic complications. انا مش هعمل فوكس على حاجه
ويخش في كومبليكيشن ممكن تخليه بالسلامة يعني. هي دي الفكرة، هو غلب بالموضوع ده عشان كده. وبيقول هنا ايه: This patient has a secondary erythrocytosis secondary to hypoxia associated with his obstructive sleep apnea. He is presenting with significant symptoms of hyperviscosity and should be considered to be at significant risk of thrombotic complication. The evidence from a small case serious suggests that erythrocytosis secondary to obstructive sleep apnea should be treated with venoresection. يعني ده evidence برضو على study أو على small cases. تمام؟ In presence of hyperviscosity symptoms. لازم على طول أروح للفينوسكشن. تمام؟ إمتى؟ لو عندي hyperviscosity symptoms أو عندي البي سي في معدي ال 0.56. طب إيه التارجت بتاعي إن أنا أنزله لغاية 0.5 أو 0.52 يعني. يبقى انا عندي، لو عندي واحد عنده سكندري اريثروسايتوزز نتيجه الاوبستراكتيف سليب ابنيا، مش عارف بقى سي او بي دي برضه نفس القصه يعني، هتبقى نفس القصه. لو عنده هايبر فيسكوستي سيمبتومز، عنده لو سيمبتومز او عنده بي سي في عاليه، يبقى لازم اعمل له فينو سيكشن. يبقى التارجت بتاعي انزله النص او ل 52. تمام. وعلى فكره البولي سايسيميا عامه، حتى قبل يعني ما نقعد بقى تعمل تحاليل وتشخص وكده، بنعمل فين سيكشن اصلا يعني لحد ما نحاول نشخص. مبدئيا كده قبل ما نشوف السبب يعني، انت مش هتسيب المريض كده وبعدين بقى لحد ما نشخصه وبعدين تبتدي تدي، حتى لو هي يعني يكون البوليسايسيميا فيرا والحاجات دي في البدايه، بتاول بتعمل فين سيكشن. وفي ناس اصلا اللي هم بقى اصلا هايبوكسيك زي الاوبستراكتيف ابنيا، زي الناس اللي ساكنين في الهاي التيتيود، الناس دي اصلا كده كده عندهم ثرومبوسيتوبينيا عامه على طول، بروسيسي يعني على طول بيعملوا ارتكالي، فبنديهم نعمل لهم فينوسكشن اصلا باستمرار يعني، بنخليهم لهم كل شهر كده تبرع بالدم كل شهرين. وساعات احنا في المعمل حتى لما بنلاقي مثلا هيموجلوبين عالي قوي او كده، بنسحب له احنا 20 سنتي كده دم ونرميهم يعني. والله بصراحة يا دكتورة عائشة، أنا في العادي لما حد بيجي معدي 19 بيجي يسألني، بصراحة بقول له لا، بقول له روح اعمل حجامة بصراحة يعني، كعمليا يعني. أنت كده كده هترمي دم، اعمل حجامة. الحجامة على فكرة يعني خطيرة جدا، ما تجربش الحجامة، خطيرة جدا جدا يعني. إن شاء الله هو يعني. هي نفس الفكرة. بالظبط، أنا هي بس قصدي يعني بدل يعني لازم يوصل تاخد دياجنوزس. لو انت مش شايف ان في سبب عند هايبوكسيا عنده، تقول له اعمل وكده تشخيصات بس مؤقتا، هنسحب دم عشان بس ايه، خايفين عليك او عشان الاعراض تقل شويه او كده. تمام مظبوط. بس معلش دكتور حسن، قبل ما فوت السؤال بس ارجع شويه فوق لل ايوه هنا لا انزل شويه بس عايز اشوف انه بريفيوس كان البي سي في كان 56 وما بدا صح؟ ده اللي كان الاول قبل ما يتحول قبل السيمبتومز برضه الثانيه بتاعي، وبعدين رجعت 60 انه 4 مانث. انا صح في حاجه انا ما فاهمه في السؤال، هو كان قبل 4 شهور 56 elevated برضه. اوكي 56 وما عمل يعني وما كان دايجنوز يعني، وبعدين زادت 60. طيب اوكي يعني هي قصده ان هي في ارتفاع، بس هو وبالتالي من الاول معروف ان هو من الاوبستراكتيف سليب ابني، لانه الهايبوكسيا يعني هتعمل اندكشن للقصه دي. هو حاليا عشان السيمبتومز حقت اللي هي السيمبتومز الهايبر فيسكوسيتي يعني، تقريبا هو عشان كده بدا على طول. والله هو بدا الاكسبلانيشن هنا يعني برضو يعني كاتب ايه، انه في ايفيدنس بيز انه هو يا ايوه يا سيمبتوم او يكون او البي سي في اكتر من 0.65 يعني، فهو ما اعتبرهاش الا لما وصلت مثلا، كانت هنا وصلت كام للسيمبتوم 60 سيمبتومز، فبقت يعني انديكيشن يعني للفينوسكشن. طيب هنا بيتكلم في السطر اللي بعده، بيتكلم على الموضوع الاسبرين والهيدروكسيوريا، دول اللي احنا بنستخدمهم طبعا في اللي هو البرايمري اللي هي البوليسيسيميا فيرا. تمام.
هو بيتكلم برضو عن انه الويت لوس هي امبروف الموضوع ده، يقلل الاوبستراكتيف سليب ابنيا والقصه دي، فهتبقى بنفيت. بس ده مش البريوريتي هنا يعني. طيب البوليسيسيميا احنا قلناها قبل كده، هنعديها ولا ايه؟ بس هي بس في معلومة هنا ان احنا ازاي بنفرق بين البرايمري والسكندري في كفة، واللي هي الريلاتيف بوليسيسيميا. ريلاتيف علشان تقريبا اللي بتبقى البلازما قليلة نتيجة ديهايدريشن او حاجة زي كده، انا بفرق بينهم باللي هي قالت عليها دكتورة عائشة قبل كده، اللي هي بتاعت الريد سيل ماس، لو كانت اكتر من 35 في الميل او اكتر من 32 في الفيميل، يبقى ده فعلا ترو بوليسيسيميا، مش ريلاتيف بوليسيسيميا. نعرفها برايمري ولا سكندري من الكوزز. لو سكندري في اي حاجه تقول في اي بوكس زي سي او بي دي او هاي التيتيود او اوبستركت سليب ابنيا، او مثلا مصدر للاي بي او، سواء عدى علينا اكتر حاجه اللي شفناها في الاسئله اللي كانت الفايبرويد او الهيباتوما والهايبر نفروما والهيمنجيوما والكلام ده. تمام دكتوره عائشه معانا؟ دكتورة عائشة معانا ولا خرجت؟ طيب خلاص أكمل أنا، أنت هي أسئلتها فسيبها تكمل. طيب ناخد سؤال تاني، إن شاء الله اليوم هيبقى خفيف وسريع بإذن الله نخلص بدري. هنا بيقول A 58 year old female is admitted to a hematology ward with severe fatigue and shortness of breath. She has a past medical history of multiple myeloma and is waiting for hematobiotic stem cell transplantation. Blood result as a follow. كان عندنا الهيموجلوبين قليل قوي 62، البلاتلت كويسه، الوايت بيس كويسه، نيتروفيلز، ليمفوسايت، صوديوم، بوتاسيوم، اليوريا اليفيتد شويه، الكرياتينين برضو يعني الكرياتينين معقول بيتهيألي، طالع عنه سي ار بي عالي شويه. هنا بيقول يو ديسايد تو ترانسفيوز تو يونت اوف ريد سيلز. العيان ده وهو ويتنج انه هيعمل ستيم سيل ترانسبلانتيشن، تمام؟ ايه التايب اوف سيلز ويل يو ريكويست؟ واحد عنده مالتيبل مايلوما وهيعمل ستيم سيل ترانسبلانتيشن، وانا هنقل له دم عشان هو عنده سيفير انيميا وبيشتكي من اعراضها فتيك وشورتنس اوف بريث، هنقل له ايه؟ irradiated، هنديله irradiated وده معاه سايتو ميجالوفيروس. بالظبط، احنا هنخاف انه ايه الدم ده يبقى معاه سايتو ميجالوفيروس وهو اصلا هيبقى اميونو كومبرمايز بعد النقل، فممكن هيبقى سايتو فيروس انفكشن. برضه هنخاف من الوايت بيسيز بتاعت الدونر، فهنعمل irradiation عشان ما تعملش ايه بيسموها جرافت، اتينفوسايت هي اسمها ايه، جرافت فيرسس هوست، فيرسس هوست ديزيز، ايوه رياكشن صح، هي دي اللي هتبقى هوست فيرسس جرافت ريجكشن. هوست هوست فيرسس جرافت ريجكشن يا باشا، مش الجرافت نفسها اللي بتبقى هي، لا هوست فيرسس، مش ترانسفيوجن اسوشيتد جرافت فيرسس هوست ديزيز، دي اللي بيكون فيها الجرافت نفسه هو اللي بيهاجم الهوست سيل، الجرافت اللي هو في البلاد اللي جايه الوايت بيسيز المنقوله من الدونر هتهاجم الاميونو كومبرمايزد بيشنت، عشان كده نقيسها هنا. ازيك يا دكتور محمد؟ ازيك يا مال باشا؟ الله يخليك يا باشا، الله يديك الصحه، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ وحشنا يا باشا الحمد لله. الله يديك الصحه، انت اللي وحشنا والله. الله يبارك فيك يا باشا. الله يديك الصحه. طيب هنا بيقول ذا يوز اوف سيتوميجالو فيروس سيرو نيجاتيف بلاد برودكتس از ريزيرفد سيتوميجالو فيروس سيرو نيجاتيف انديفيديوالز ذات ار لايكلي تو بروسيد تو اللي هم الستيم سيل ترانسبلانتيشن او للنيونيتس. طبعا الاثنين بيبقوا اميونو كومبرمايز، فاحنا من هنا نحاول ايه نخلي الحاجات دي ليهم، هم البريورتي ليهم يعني. The patient is awaiting of hematopoietic stem cell transplantation. This involves transplantation of multipotent hematopoietic stem cells, usually derived from the bone marrow, peripheral blood, or umbilical cord blood. It may be
autologous يعني من العيان نفسه البيشنت اون ستيم سيلز او allogenic allogenic يعني من واحد ما يعرفوش او غريب يعني عنه او synergenic دي اللي هو لو ايه لو له توينز وهياخد منه تمام طبعا افضل حاجه اللي هي الاوين طبعا ليها الايدنتيكال بعد كده الallogenic it is a very dangerous proceed with many possible complication and thus reserve for patient with life threatening disease زي عيانين اللي هم المالتيبل ماينوما وسنتر هو بيتكلم هنا بيقول سيرتين كانسرز خصوصا اللي هم البلاد والبون مارو زي المالتيبل ماينوما واللوكيميا دول اللي احنا بندي لهم ايه اللي هو السيرو نيجاتيف ده المين ريسك از دي تو بروفاوند ميونو سبريشن ريكواير تو انشور البودي اكسبت الدونر ستيم سيلز لازم اعمله يبقى ميونو كومبرمايز فتره الميونو كومبرمايز دي ممكن يبقى بريديسبوز للسيتوموجالو فيروس انفكشن بكل سهوله لانه اوبورتونستيك اورجانيزم وممكن برضو يحصل معاه اللي هو الترانس فيوجن اسوشيتد جرافت فيرسس هوست ديزيز هنا بيقول ايه تاني انه السيتوموجالو فيروس سيرو نيجاتيف برودكتس ديكريز الريسك للسيتوموجالو فيروس انفكشن ان ريسيبيانت بالناس اللي هم سيتوموجالو فيروس نايف اللي هم ما عندهمش اصلا سيتوموجالو فيروس and profoundly immune compromised وفي نفس الوقت هم ايه يعني immune compromised بشكل عام هو نفس القصة يعني نتكلم عليها تمام معنى وصل فاحنا ايه نعدي الكلام ده اي حد عنده كانسر سواء قلنا اللي هم اللوكيميا والمالتيبل مايلوما والنيونيتس دول بايه سيرو نيجاتيف سايتو ميجالو فيروس وبايه ريديتد عشان الوايت بيسز بتاعت الدول طيب هو المفروض مين رقم اثنين عشان انا ما اخشش على الاسئله بتاعته 618 طيب ماشي طيب انت حضرتك يعني دلوقتي طب اتفضلي اتفضلي يا دكتوره منال بس الصوت مش واضح عندك معلش لو ظبط لنا الصوت معلش دكتورة منال الصوت بيقطع عندك شوية كده طيب أقول لك على حاجة هنا السؤال تمام What's the most appropriate treatment for this patient? هي 64 سنة female undergoing chemotherapy treatment with metomycin for bladder cancer present to the emergency department with confusion, epistaxis, widespread rash on examination. She's febrile and has the diffuse petechial rash. ال HB 10 low, platelet low 54, WBC 11 كويس شوية raised. يوريا 11, الكريات 117 raised. البلايروبين raised 58. الألكالين فوسفاتيز 42. blood film show fragmented erythrocyte. What's the most appropriate treatment for this patient? هي على الكيموثيرابي وعندها بيستاكسس كونفيوج يعني سي ان اس وعندها الكريات هاي وعندها بلروبين هاي فبرايل بتيكير راش وعندها البلاد فيلم فرجمنتد فايه الموست ابروبريت تريتمنت هل رينال دياليسيس او سبورتيف تريتمنت بول اوف بليتلت اند فلويد ريسسيتيشن ارجنت بلازما اكسشينج or IV tazocin pool of platelet and fluid resuscitation. مش هنعمل renal dialysis لأن اليوريا كويسة. Supportive treatment لا. واحنا الأول دكتورة منال هي الحالة إيه الأول؟ هي الحالة TTB لأنها confused وعندها وفيفر انيميا ثرومبوسيتوبينيا ورينال افكشن يبقى احنا هنعالج معاها برضو فراجمنت دي برضه فيها طيب هنعالج ازاي بقى تي تي بي لازم اكسشين
بالظبط بلازما اكس تشينج. وساعات بيقولنا بنستخدم البريدنيزولون بس مش بيريبليس البلازما اكس تشينج، البلازما اكس تشينج هي الاهم يعني. بس ممكن يبقى السلام عليكم، بس هو ايه السبب هنا في تي تي بي؟ يعني ايه اللي دخلها في تي تي بي؟ ايه اللي دخلها في التي تي بي؟ صح، سؤال برضو حلو. ايه اللي دخلها، ايه اللي عمل لها الكيموثيرابي؟ المايتومايسين. المايتومايسين ده الاسباب يعني، من ضمن الاسباب بتاعت التي تي بي. هيذكر دلوقتي الاسباب اللي هي الادويه برضو للدراج انديوس تي تي بي غير البريجنانسي والاتش اي في والقصه دي. الدرج اللي بيعمل تي تي بي انا فاكر ان هو الكلوبيد جريل، انما انا اول مره كلوبيدو جريل ده اللي بيعمل تي تي بي. كلوبيدو جريل بتاع ايه ده؟ بلافكس يا باشا. ها ساعات الواحد بيحصل عنده بلوك منتال بلوك. بلافكس. بلافكس. البلافكس كلوبيدو. كان من ضمن الادويه اللي بتعمل تي تي بي قصدك؟ انما انا اول مره اعرف ان بس في حاجات كيموثيرابي، في حاجات انتي بايوتيك، في حاجات اميونو سبريسيف هي اللي بتعمل. ماشي، بس هنشوفه دلوقتي، يمكن هو ذكره تحت هنا. بس خلينا نقرا الاكسبلانيشن عشان في معلومات حلوه. ماشي، اتفضلي يا دكتوره منى. TCB is characterized by fluctuating neurological sign, fever, renal dysfunction, microangiopathic hemolysis, thrombocytopenia. The key to diagnosis is differentiating between TTB and HUS. The presence of neurological sign in TTB and more severe renal dysfunction in HUS usually helps in distinguish the two. Congenital TTB is caused by deficiency in volbrand factor. However, the majority of cases are secondary and can occur in pregnancy, HIV, associated with some drugs. In particular, the chemotherapeutic agents, mitomycin, C. bleomycin, tamoxifen, and gamma cetabine are all associated with secondary TTB. Other drugs associated in association include penicillin, rifampicin, immunosuppressive, and like cyclosporine A. Standard treatment is plasma exchange for TTB, which should be initiated as soon as possible. يعني في congenital وفي secondary. Therapeutic TTB management, abnormal large and sticky multimeters of one Willebrand factor cause platelet to clump within vessels. In TTB, there is deficiency of protease, which breaks down large multimers of von Willebrand factor, overlaps with hemolytic uremic syndrome. Management, no antibiotic may worsen outcome. Plasma exchange is the treatment of the choice. Steroid, immunosuppressant, fincristine. العجيب انه هنا برضو الاميونوسابريسنت من ضمن العلاج ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل زي السايكلوسبورين، والفينكريستين برضو من ضمن ال secondary causes كيموثيرابي يعني برضو secondary causes. اللي عجبني هنا في الديسكريبشن اكتر حاجه جابتني ان موضوع التي تي بي احنا ممكن نفرقه. احنا كنا اكتر عارفين ان هو بيبقى معاه نيورولوجيكال سيمبتومز، بس هي فكره ان الرينال افكشن بتبقى مور سيفير مع الاتش يو اس. هنا تلاقي لو بصيتوا على اللاب هتلاقي الكرياتينين مرتفع حاجه بسيطه، واليوريا مرتفع برضو حاجه بسيطه، هي برضو لفته حلوه يعني. الاتش يو اس بيأثر على الرينال اكتر. old woman who was diagnosed with hereditary angioedema is about to undergo to elective meniscal repair for left knee. She has been well or otherwise with no recent change to her health or medication. Which is the drug of the choice for prophylaxis for hereditary angioedema prior to her procedure?
هي عندها هيرديتري انجيوديما وعاوزه تعمل عمليه للني ريبير الكتف سيرجري بس عاوزه حاجه بروفيلاكسس. هل نديها بريدنسيلون او هيدروكورتيزون او كونستاتس الفا او ترينكزيميك اسيد او اكتابنت؟ تقريبا بيدو ترانزيميك اسيد مظبوط هو بروفلاكس ترانزيميك اسيد واللي عدى علينا كمان الدنازول قبل كده صح؟ الدنازول ايوه اتنين في بروفلاكس مظبوط هو ترانزيميك اسيد. The best answer here is tranexamic acid and hereditary angioedema. The relative medication, the relevant medication can be used as a follows. C1 esterase inhibitor can be used for short-term prophylaxis before procedure or to terminate acute attack of hereditary angioedema. لما يكون عندك البروفيلاكسس شورت تيرم او في حالة الأكيوت أتاك بستخدم C1 esterase. Cholestatic alpha and ectabent are licensed for treatment acute attack hereditary angioedema in adults with C1 esterase inhibitor deficiency. Tranexamic acid and danazol are used for both short and long term prophylaxis. هنا الفرق يعني C1 في short term وفي الأكيوت أتاك، والترانكزيميك أسيد والدنازول بيستخدم في الشورت واللونج بروفيلاكسس. There is no rule for glycocorticoids in this case. ما كانش جايب في الديسكريبشن في المانجمنت هنا التفصيلة دي إن إحنا بن البروفيلاكسس ترانزيميك أسيد أو دنازول، إنما في الأكيوت أتاك ممكن نستخدم الكونستات ألفا أو اللي اسمه الإكتابنت ده الإكتابنت الأكيوت أتاك. دي التفصيلة اللي هنا السؤال، وده المزعج إن بعض الأسئلة مش في الباس ميديسن مش حاطينه في الموضوع نفسه وسط الإكسبلينيشن يعني. وحتى الترانكزيميك أسيد نفسه مش موجود في البروفلاكسس هنا. هي دي المشكلة يعني، بعض اللي بتقابل الموضوع ده يعني مش مرة ولا مرتين، كتير يعني كتير فعلا في بصمت سبلانيشن. طيب ناخد سؤال تاني. Twenty-four years old female present with the abdominal, severe abdominal pain. This is her fourth presentation this year. She was previously told that the abdominal pain was medically unexplained on examination unit peripheral neuropathy of her lower limb. Her blood pressure is high, 160 على 110, and heart rate 125 beat per minute, high tachycardia, HB 115, platelet 468, WBC 14, high neutrophil 10.8, lymphocyte 1.6, eosinophil 0.2, sodium potassium تمام, urea 8.6, الكريات 72, السيري أكتف 28, اليورين there is increased level of delta amino levulonic acid and porphobilinogen. What's the treatment? What treatment is indicated? هي عندها abdominal pain و recurrent. This is for fourth presentation. بوروفيريا. بوروفيريا صح. شبه الليد بس الليد مش الليد أيوة. بيجي بيفور أربع مرات يعني. طيب إيه العلاج؟ التريتمنت هيم هيم أرهيم هيم أرجينيت الهيم. أذكروني بعد الإكسبلينيشن في حاجة كنت عايزة أقولها بالنسبة للبليد بويزنينج، بس خليها تخلص الإكسبلينيشن. أوكي
اللي هي أرجينيت and 10% dextrose can be used to treat the flares of acute intermittent porphyria. The clinical features and laboratory data are suggestive of acute intermittent porphyria. This is one of the hereditary hepatic porphyria. It is inheritance is autosomal dominant. The deficiency enzyme is porphobilinogen deaminase. A deficiency of porphobilinogen deaminase is not sufficiency by itself to produce acute intermittent porphyria, and the other activating factor must be also be present. These include hormonal drugs and dietary. Hematine and heme arginate is the treatment of the choice during acute attack. Heme is not a curative treatment, but can shorten attack and reduce intensity of an attack. Dalheme, dimercaprol and penicillamine, dimercaptosuccinic acid can be used to treat lead poisoning. Lead toxicity can present similarly to acute intermittent porphyria. هي الابدومينال بين وبريفرال نيوروباثي. lead poisoning we would expect it increase urinary coproporphyrin. هنا العكس في lead بيبقى الكوربورفيرين هي الريزنت. طيب دكتورة ميادة كنت هتعلقي على حاجة؟ أنا يعني recently I came to know إنه حتى ال level of treatment lead poisoning يعني هو على مراحل. ف لحظة بس أنا حشير لك حاجة على الجروب. أوكي. كان عد علينا اللي هم الأكيوت ديمسا ده كان في إيه؟ كان في لا هو على حسب هو على حسب الليفل هو مش انا قصدي انه على حسب الليفل يعني من كذا لكذا حتعالج بكذا من كذا بس لحظه يا ريت لانه صراحه انا عملت سكرين شوت ويعني فكنت حابه ابعته ونسيت يعني اوكي بص عليها دلوقتي تقييم من جاء تمام فهنا هو على حسب الليفل يعني مثلا الليد لو كان من يعني لحد 14 فهنا evaluation بس في كل 3 شهور لو من 15 ل 19 حتعمل evaluation كل شهرين بعد كده من 20-44 هنا حتشوف اللي هو حتعمل اللي هو كل شهر من 45-70 هنا حتبدأ تدي الدمسة أوكي اللي هو بتبدأ بالدمسة أكثر من 70 بعد كده حتبدأ إنه